علي الطلاق الجنة ما فيها المكاشفي ما دارنا المكاشفي ينفعنا دنيا وآخرة فما حكم هذا الكلام وحكم القائل وهل يصح يكون مثل هذا مادح النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام خطير يا أخوانا جدا وهذا تألي على الله ومن يشترط على الله سبحانه وتعالى من اللي بيشترط على ربنا تقول لا الجنة كان ما فيها فلان ده أنا ما بخش وإنت لو قلت الجنة كان ما دخلوا أبوي أنا ما بخش تكون ظلمت نفسك تكون ظلمت نفسك لأنه ما في حد عنده الحق يحدد من يدخل الجنة ومن يخرج منها أن الناس كلهم عبيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ومن شاء الله أدخله الجنة ومن شاء الله حرمه منها فما أنت بتشترط على ربنا تقول الجنة كما فيها المكاسب إحنا ما دارنا وكيف تضمن أنت لأحد من أهل القبلة ممن لم يشهد له نص من قرآن ولا سنة كيف تشهد له بالجنة ذاته أنت ده خالف عقيدة المسلمين العقيدة مش أقرأ عقيدة المسلمين اللي كتب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ده في القرون الأولى 221 في القرون الأولى كتب العقيدة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه قديم ده من أول الأئمة من أول الأئمة الأحناف كتب عقيدة المسلمين وكتب في الطحاوية جوا قال ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين ما في ذلك بتشهد لي بجنة لا مكاشف لا غيره ما بتشهد لي بجنة بل الأئمة المتفق على فضلهم والمتفق على مكانتهم في الدين ما بتشهد لواحد بجنة ولا بنار فلا نشهد إنه الإمام مالك في الجنة ما بنقول كده ولكن نقول نحسب الإمام مالك من علماء المسلمين الذين جعل الله تعالى لهم القبول في الأرض ده حدنا حد هنا نشهد له بأن ربنا سبحانه وتعالى جعل له خير ونحسب من أولياء الله الصالحين ده حدنا لكن نقول في الجنة ولا نقول في النار ولا أقول جنة ما فيها الإمام مالك ما دارنا نحن ما يدرك لعل الله لم يقبل عمله ده الزول الماشي على الصراط المستقيم الزول اللي كان على عقيدة أهل السنة والجماعة الزول اللي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم انت ما يدرك لعل ربنا ما قبل عمله انت بتعلم شيء الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ما ترك شاذة ولا فاذة إلا واخذها يضرب في الكفار ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أجزأ اليوم مثل ما أجزأ فلان الليلة ده ما في زيه أها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو في النار هو في النار ليه؟ لأن الرجل ده في آخر المعركة بعد ما الجروح كترد عليه شال السيف بتاعه خدت يده في الواطات وسنة السيف الذؤابة بتاعت السيف خدتها على صدره وإن تحامل عليها ونحر نفسه طعن نفسه بالسيف مات منتحر في آخر المعركة مات منتحر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يا أخي زول بجاهد مع الرسول أنت لا تشهد له بشيء ما تشهد بجنة ولا بنار ها مع أنه الصحابة مشهود لهم لكن خد بالك إذا كان الأمر كذلك أي زول ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة اللي شهد لهم أما ما دونهم أو ما شهد له ربنا ربنا شهد للصحابة وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد للأنبياء ديل خليهم ما دونهم ما تشهد لواحد لا بجنة لا بنار ديل الماشين كويس ما تشهد لهم تشهد لك لواحد ها شغلت كلها ملخبطة كلها ملخبطة مدايح شركية عقائد منحرفة أذكار باطلة عبادات باطلة ده تجي تقول لك ما لقينا قدامنا في الجنة نحن ما دارنا ولا تقول ما دايرة ساي بس طريقتك انت ونحن ما بنشهد لنا بالنار بعد ده عشان ما تفهمنا غلط كمان تقول ده معناها خلاص ضمنوا لي جهنم نحن لا بنضمن له جهنم ولا بنضمن له الجنة نقول زول مات حدنا نحكم على فعله ده شرك ولا بدعة ولا حلال ولا حرام أما بعدين بيخش الجنة ولا النار ده ما شغلنا نحن
أمره إلى الله، نحن ما عندنا أي قضية تانية ولا عندنا دخل.